عندكم في ديرتكم ناس تفكر، هم عندنا في ديرتنا ناس شرواك ومثلك. شرواك الطيب عمي، عسى عمرك طويل يا ابو حصه، ما قصرت. وترى عمتي ام حصه بعد يعني مو مقصره وياي. انت بنت حلال وتستاهلين يا ست الحسن. انا قلت لهم عن الدواء اللي يوقف النزيف، وبمنك كميه حق التجار اللي هناك لاني خبرتهم عنه. اي عمي، بس عاد يعني هذه الهند عجب العجاب، كل شيء تلقى فيها. انا شنو عندي يعني ادويتي، شنو ممكن تسوي لهم؟ شو اقدر اسوي؟ ما علي يا بنيتي، احنا نجرب ما فيها شيء. ايه تابر امر عمي. عمي انا بخبرك شيء، ترى انا عندي ادويه وصعب انك تحصلها باي مكان، وما حد يقدر يسويها غيري انا. كل ما زادت ادويتك زادت بيزادك. سيدي لقيت هالورقه. وين لقيتوها؟ عند الباب. سيدي